اهلا وسهلا. يا هلا. شو اسمك؟ حسن بخيت. من وين انت يا حسن؟ انا جنسية الماني والاصل مصري. وشو بتعمل يا حسن؟ انا كوميديان مهرج. مهنتك هيدي؟ هذه مهنتي جت ببعض الصدفة، القدر اللي رسمها لي. احكينا حكاية القدر. انا كل شيء في حياتي قدر كده بالصدفة البحتة. في ناس شافتني بمصر وانا كنت بعمل بالشركة القوم في القاهرة، قال والله هذا انسان كويس، ارتست كويس، بس اقدم معهم على السويد في الدنمارك. وفي ناس في المانيا شافوني بالسويد قال هذا مهرج كويس، ناخده معانا على المانيا. كان من 25 سنه وانا بعمل بالمانيا، عمري 48 سنه، بمارس المهنه من 30 سنه. انا تعرفت على زوجتي عام 1985، خلفت 95، جبت بنت اسمها دنيا، حسيت ان دي دنيتي، حسيت ان هي دي دنيتي فسميتها دنيا. انا بقول لك انت قدها، وانت ان شاء الله تكسب وتكون عرب دي تالنت، انت تستحق كده. ليه استقريت بالمانيا؟ المانيا بلد بتحترم حقوق الانسان جدا، بيهتموا بالانسان بغض النظر عن لون البشره، الطول، القصر، اهم شيء هو ادميته، هو انسان محترم بيحترموه بغض النظر عن شكله. يلا يا واحده. حبيبي حلو، انا اهني على الكرت الاصفر هذا. ايوه